السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى وعلى الذي أشرف عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك العمدة لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى: قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا سبحانك يا قوي يا كاتب على حبائل dan seluruh tuan-tuan guru juga yang kami muliakan Bapak Bupati dan Wakil Beliau juga para tokoh-tokoh masyarakat jamaah sekalian rahimahullah. Alhamdulillah pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini dalam ajaran ¡Gracias!
Yang tak perlu tak terima.
We should just bring out the love, the love, the love, the love.